ليست جديدة إلا أنها متجددة مستمرة تتراكم كلما مر عليه الوقت. الأزمة المستمرة التي جعلت القطاع الصحي في تدهور مستمر، نقص الكوادر الطبية وقلة المستلزمات العلاجية تثقل كاهل المواطن الذي تتوالى أمامه الأزمات، وأيضا تعرقل سير العملية العلاجية للمرضى الراقدين في المستشفيات. والله الخدمات يعني ماكو، يعني ما اقول لك خدمات زينه وهاي ماكو. وبصراحه تجي للمستشفى يعني انا البارحه بالمستشفى دكتور ماكو، خال واحد وكشي ما يعرف، يعني ماكو خدمات بالمستشفى. اي خدمات ماكو، لان الخدمات مالتهم يعني بالنسبه للدول الباقيه صفر. المريض يجي لازم يروح ياخذ الوصفه، لازم يطلع من الصيدليات الخارجيه، الصيدليات الخارجيه انه الاسعار مالتهم كلش غاليه. يعني الدول بالصيدلية المفروض مجاني، يطول المريض يروح يدزوه على الصيدليات الخارجيه، الخارجيه يضربون السعر مالته في 10 في 20. الضعف الكبير في الخدمات الصحيه العامه المقدمه للمواطنين ما هي الا نتاج عدم الاهتمام بالقطاع الصحي من قبل الحكومات السابقه. هذه التراكمات شكلت عقدا صعبة الحل إلا بتدخل جاد واهتمام مضاعف من الجهات المسؤولة في الفترة المقبلة. هناك ظروف قاهرة اللي هي عقود من التراكمات التي مرت في البلد، اللي وزارة الصحة ليست طرفا فيها، يعني طرفا مباشرا، هو واقع ورثناه من الحكومات السابقة نتيجة عقود من الحصار والحروب. نعم وزارة الصحة لم يدعي أحد أن الخدمات مثالية، لكن أؤكد لحضرتك أن وزارة الصحة تقدم أفضل ما لديها وتطالب بأن تكون الصحة أولوية. بكل صراحة لم تكن الصحة أو القطاع الصحي أولوية للحكومات السابقة. النهوض بالواقع الصحي صعب إن لم يكن هنالك تكاتف من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية. تعقد الأمر لتفاقمه وتراكم لعدم اللجوء إلى حلول تغير واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطن في المستشفيات الحكومية. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.